السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الثالثة من لعبة أسترونير. يلا جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي، أحب أول شيء أشكر جميع المتابعين صراحة، يعني فادوني بتعليقاتهم، وأخص بالذكر شوك ما شاء الله تبارك الله، كتبت لي كلام مرة كثير، شكرا يا شوك. طيب، من الأشياء اللي فهمتها إنه هذا الريسيرش يحول لي بايت، شوف يجيب لي بايت، يعني 55 بايت للدقيقة الواحدة، تمام؟ كيف أسرعه؟ أنتوا شوف الطاقة تحت، شوف الطاقة حمراء وفي صفرة، فأنا عشان إذا زودت الطاقة، شوف يعني مثلا حطيت البطارية حقتي، تمام؟ زادت الطاقة، شوف الأصفر طلع، ونحصل انه والله زاد، صار بدل من 50 111 بايت باي مينت. هذه مهمه جدا عشان افتح فيها ايش، افتح فيها الاشياء، فمره مهمه. طيب، ممكن احنا نزود الطاقه بطريقه ثانيه، انه نجيب الجنريتور حقنا هذا، ممكن نجيبه ونحطه هنا، ممتاز. ناخذ حقنا هذا، شوف قلت الطاقه اصلا اظن غلق هو ولا ايش، فين راح؟ اوه الجنريتور فين راح حقنا؟ ما في حط الجنريتور، اكر، ممتاز، ونلصق هنا، وناخذ يبغى اورجانيك صح؟ عندنا اورجانيك، يا سلام، شوف كيف الطاقة زادت، بس ليه فصل اول؟ انه كل ايوه هنا حاطين هذا اللي شوف مولد، ممتاز هذا مولد، جيب الطاقة. اوكي شوف 111 صار تمشي لين ما يغلق. طيب اوكي، من الاشياء المطلوبة مننا ان نفتح الطابعة الصهارة، شوف الصهارة بالطابعة رقم 3، هذه بالطابعة حقة الشنطة، هذه بالطابعة حقة السمول، هذه بالمتوسطة، هذه بالكبيرة، فخلينا نجيب الصهارة. يا سلام فتحناها، كانت 250 نقصت من هنا وفتحناها، شوف هذا غلق هذا، شوف غلق. طيب حلو، ممتاز، الطاقة مهمة ترى. اوكي، نجي للطابعة المتوسطة لان هي اللي بتشغل هي اللي تطبع لنا الصهارة، نقول لها شوف هنا نجيب لك، لا اديني الصهارة ايش هذا، يبغى 2 رايزن وواحد كومباوند، هي شوف شيل 3 فوق، فقول لها يلا خذ المطلوب. اخذت 2 رايزن واحد كومباوند، ويسوي لنا ايش؟ ويسوي لنا الصهارة. شوفوا لو تلاحظوا الطابعة الكبيرة هذه تاخذ 4، شوف تاخذ 4 ما تاخذ 3، شايفين؟ وهذيك تاخذ 3 والصغيرة تاخذ 2. حلو، ممتاز. خلينا نشوف المهام، نغلق المهام اللي عندنا. هذه ايوه البطارية غلقنا منه، بيدينا سبليتر، حلو، وسكيماتيك اكستندر، اوه هذا ممتاز، خلاص جات ريسيرش سبليتر واكستندر. طيب السميلتر لازم نسوي الصهارة ونجيب فيها معدن اسمه لاتريت مدري، عشان نحول الالمنيوم. حلو، هذا حطه. طيب هذا ايش يبغى؟ اوه يبغى نفتح البايت، نقعد نفتح الاشياء البايت، ممتاز. فايند نيو ريسيرش سامبل، لازم نحصل اشياء من برا سامبل، 10 عندي 4. طيب وهذا ايش الريتولينج؟ والله يبغى لنا شغل، يبغى لنا الليثيوم كمان، نجيب الليثيوم، نحط الليثيوم، نجيب الريتولينج. حلو، طيب انفتحت هذه انفتحت، ممتاز، ايوه افتحت. يبغى لها لارج بلاتفورم، طيب خليك هنا انت الحين، ممتاز، خليك هنا، خلينا نسوي لها بلاتفورم كبير، ان شاء الله عندنا نقدر نسويه. لا هذا كبير، لا يبغانا 3، لا مو هذا، ايوه سوينا بلاتفورم عندنا، ممتاز. طيب اوكي، خلينا ادور على البايت عشان واحدة من المهمات هذه، البايت دور يلا. حلو، في منتشرة في كل مكان البايت هذه. حلو، هذه شوفوا صغيرة هنا، يا سلام، 6 من 10،
خلق المهمة 8 من 10، ما في شيء هنا. هذا ايش هذا؟ هذا امونيوم. ما احتاج امونيوم دحين، يبغى دحين هذه. ايوه هنا واحدة ثانية. فين يا كثرة كانت اول مرمية؟ شوف هنا في واحدة. حلو، 10 من 10. حلو، غلقنا المهمة هذه. ما في شيء نشيله معانا نعطيه. هذا والله. واخذنا مهمة ثانية. طيب هذا ايش فيه؟ سكيور اوبجيت. ايش يحتاج؟ كيف افتحه؟ كيف افتحه؟ والله ما اعرف، في اشياء كثيرة في اللعبة دي ما اعرف ايش هي. طيب خلينا نرجع بس نغلق المهمة حقتنا. لو كان معانا شيء نشيله كنا دينا عشان الريسيرش. غلق البلاتفورم، هذا حلو، ممتاز ممتاز. فكه ونشيله من هنا ونحطه هناك. يا سلام، حطه عندنا هنا. يا سلام، ايوه يلا، ونحط هذا فوقه. طيب ونجيب الكهرباء من هنا نحطه ونشغل. بس ايش يبغانا؟ نجيب المواد حقته، يبغانا نجيب المواد حقته. اوكي خلينا نغلق المشن هذا اللي سويناها، نشوف ايش اعطانا الريورد. المهم الريورد على طول تدينا اكسجين نحتاج. ايوه طيب، تثر تثر. ايش بك؟ ايوه حط، ممتاز ممتاز. هذا حطه هنا في المخزن بدل ما انت قعدت لي في البلاتفورم هنا، مسويت لي عامل الردي. طيب يلا خلينا نكتشف. نحن لو نقدر ناخذ البايتا. هنا في منجم، عندي منجم رهيب. طيب خلينا ناخذ البايت هذا، مهم جدا. طيب انا خايف بس اني اطيح، لازم اسوي لي زي ايوه زي ما قالوا المتابعين، انتبه لما تنزل عشان لا تطيح. استني انا فين رايح؟ لازم اجيب معايا اكسجين. حلو، من هنا. ايوه حلو، ممتاز ممتاز، رائع رائع. نجي لا انا خاف من هذه. ما ابغى، انا ليه مسوي طريق كذا عشان لا ازحلق؟ لا لا لا. طيب لا تطيح لا تطيح، سوي زي الممر زي الممر عشان تنزل بسلام. مرة خطيرة الطيحات هنا، ممكن شوف ما يلحق الأكسجين، لازم يلحق. لا حلو ممتاز، نحن كذا في السليم. ايش نبغى ندور؟ نبغى ندور على هذه، خطيرة هذه، تموتنا ممكن. ايش المعادن هذا؟ ايش هذا المعدن؟ ايش المعدن هذا؟ حتى ما قدرنا ناخذ منه مقطع واحدة. ايش المعدن العجيب هذا؟ لا لا تطيح، كلها اسفل اسفل، ما ادري ايش اسفلت ولا ايش قلعت اهله. عجيب المعدن هذا. طيب نشوف هنا ايش فيه. يا الله، حلو، لا تورطوني. هناك فيه، حلو هذه، لا تموتني. ايوه لا تموتني ولا موتها.
طيب هذه معناها تبغى طاقة، مدام كذا تبغى طاقة. خليها شوية. هذا ايش في معادن هنا؟ ايش هذا؟ ايش هي؟ ريسيرش سامبل. ايوه لا ريسيرش سامبل ما... اوه جمع جمع حبيبي، هذا ريسيرش سامبل كذا. عالم عجيب فيه اشياء مرة كثيرة. وايش هذاك؟ ان شاء الله كومباوند. لو كومباوند يا سلام. طيب بس لا تطيح، لا تطيح وجيب جريه. غلق غلق التثر. الله ان شاء الله هذا كومباوند. هذا خاف منها لانها ممكن تموتني. ايش هذا؟ هذا ايش؟ لا هذا شكله يا رايزن يا امونيا. رايزن، مهم الرايزن، بس ابغى دحين كومباوند. هذا ايش انك تحت؟ خليني استني استني مهم. ساير خايف، امشي وانا خايف. لا 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 لا، اكسجين، ابغى اكسجين. لو في بس رايزن، لو في كومباوند بس، لو كومباوند هنا ولا هنا. ابا كومباوند، دور على كومباوند. معقول؟ حلو. هنا في شيء؟ ايش هذا الشيء؟ طيب هذا دبريز دبريز. يبغالي والله اسوي لي اكسجين واجي هنا. ما في شيء استفيد منه هذا؟ كله دبريز دبريز. انا ما اعرف كيف الدبريز. هذا ايش هذا؟ كله دبريز. طيب ما في شيء مفيد هنا، ما في كومباوند يعني. اكسجين، اكسجين حينقص علي. مغامرة. تعال خليني اعبي بيبسي وبعدين ارجع. اعبي بيبسي. طيب نرجع نرجع. ايوه نرجع هنا. مكان مخيف. اكيد في كومباوند هنا ولا هنا، مو معقولة. ايش هذا المنطقة؟ هذا هذا شيء عجيب. ايش هو هذا؟ اوه هذا احتاج منه اثنين اظن عشان هذا مهم، عشان المهم المشن. طيب حلو 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 حلو. ويا سلام، اقول لك نرجع القاعدة، نرجع القاعدة عشان نغلق المهمة هذه ونعبي اول شيء بيبسي ونرجع القاعدة. حلو رجعنا القاعدة. خلينا نحط في الصحارى المطلوب هذا. ايوه عشان اول لي الالومنيوم. ممتاز. شغل الصهارة. يلا اشتغل يا صهارة، اشتغل عشان نغلق المهمة هذه. لازم الكهف، ما نحصل كومباوند، والكهف فيه اشياء كثيرة ابغى اكتشفه. فخليني اروح ادور يمكن احصل كومباوند هنا ولا هنا برا. والله هنا المنطقة هذه فيها كومباوند، شوفوا في كومباوند محترم. نفس المنطقة اللي اكتشفناها اول. لا تطيح لا تطيح. حلو ممتاز، حصلنا كومباوند كثير يكفينا. عندنا اكثر من مهمة كمان. يلا رجعنا نرجع نبس اكتشف شيء في الطريق كذا ونرجع بعدين القاعدة. واو شوف ايش حصلت، هذه قاعدة كاملة. تعال اشبك، غلق خلاق. خلينا اسوي سوي سوي. ما في شيء استفيد منه هنا ولا هنا. هذا دبرز. لا دبرز ما نعرف الدبرز ايش اسوي فيه، بس في مرات اوه طاقه. حلو ايش هذا؟ ملكايت. فين نحطه؟ والله شكله حطه هنا. حلو وهذا سيراميك حطه هنا. والله امتلينا اشياء، فيها اشياء حلوه. وهنا عندنا كمان يعني بالله ايش اسوي به هنا؟ هذا حطه هنا.
حط ملكايت هنا. حلو. طيب ايش في كمان شيء ناخذ؟ طاقة شمسية رهيب، هذا تفيدنا تفيدنا هذه. والله ما عندي مكان صدقوا. اكسجين اكسجين حي. اوه هذا خطير، هذا هنا فيها اكسجين. طيب ايش في شيء نرميه من هنا؟ نرمي الرايزن مثلا. طيب عشان ما في شيء ثاني. اوه كومباوند بالهبل، كومباوند بالهبل. طيب هنا هذه ما تجيب لنا اكسجين هنا؟ اظن نحط له اكستندر. هنا مكان اذا نبغى كومباوند، نجي هنا بصراحة، نجي هنا سوي صنع. طيب اخذنا واحد طاقة شمسية تنفعنا، خلينا نرجع وناخذ معنا حق الريسيرش هذه كمان. يلا نرجع القاعدة حقتنا. ممتاز رجعنا قاعدة، خلينا نحط هذه هناك، حطها. يا سلام، لا فين رحت؟ يلا اشتغلي، عندك طاقة. اوه الطاقة والله حمراء، استني خليني احط لك اللي جبتها معايا هذه. شوف الطاقة زادت. يا ريت جبت الثانية. طيب رهيب رهيب رهيب. اوكي خلينا نشوف الطابع على الصهارة، صهرت لنا الالمنيوم. حلو، المفروض حط الالمنيوم هنا ونغلق المهمة. نشوف ايش المهمات اللي عندنا. سميلتر اوكي، هذه غلقنا منها. يعطيني ايش؟ يعطيني ميديوم ستورج، يفيدنا يفيدنا. طيب هذه يبغاني اسوي البوست مود والدريل مود. انا عندي فتحت الدريل مود لحظة. هذه كلها حقت الطابعة الصغيرة. الليفلينج بلاك، ايش يسويك؟ سمول برينتر، تيذر، كونتينر، جنريتور، بوت مود مفتوح. طيب الدريل مود افتحه 1000 و1400 انا. العب فيها ولا؟ خليني طيب احط البوت مود، خليني احط اشغل البوت مود. ايش يحتاج اصلا؟ البوت مود تحتاج زنك، ما عندي زنك، ما عندي زنك. خلينا نشوف ايش المهمات الثانية اللي فتحت عندنا. والله كثير فتحت. يبغى لنا هذه حصلنا سلفتير صح؟ في اظن تحت تحت حصلناها. حلو حلو حلو. هذا يبغى لنا نسوي تراكتور. يلا طيب خلينا نشوف التراكتور ايش يبغى له. نفتح الريسيرش، اظنه حيكون. نشوف هنا التراكتور هو موجود، بريديوم برينتر جنريتور. ايه شوفوا حلو، 1000 يبغى، الحمد لله ما اشتغل. يلا فك ال 1000، يسوي في السمول برينتر التراكتور. اوكي نسوي في السمول برينتر. ايش تحتاج؟ يحتاج 2 الومنيوم. عندنا 2، عندنا 1 الومنيوم هنا. استنى خليني انزل الاشياء اللي احطها. هذا ناخذ الومنيوم هنا، حطينا الومنيوم. نبغى الومنيوم الثاني هنا ناخذه، ما غلق منه صهر. حلو صهر ابوه، حلو والله ممتاز. يلا ايوه سوي لنا السيارة يا حلوة، سوي لنا السيارة. ممتاز يلا اشتغل على السيارة. ايش في مهمة ثانية يبغانا؟ والله يبغانا هذا مهم البايت، في اشياء كثيرة ما نقدر نفتحها فيها بدون البايت. والله الطاقة انعدمت عندنا. فين ناخذ اورجانيك؟ اورجانيك ما في اورجانيك. ايوه حطك هنا، زود الطاقة مع انه والله صغير زادت، بس مش عارف. يمكن لو قفلنا على هي هذه تقفل الوحدة الحين، لانها تشفي الطاقة كمان. تمام حلو، السيارة نسويها. ممتاز
شوف هذا ياخذ طاقه ويدي طاقه، شوف زادت الطاقه هنا لانه قال هذا وقف. اوكي طيب نفتح ال، ممتاز. يلا اركب حبيبي اركب. اوه ما فيها حراره طاقه. ايوه عبي عبي الطاقه يا حبيبي، تعبي عبيه. حلو قال لك الطاقه. يلا نركبها. اوه خطيره والله، سياره خطيره. خليني اروح لهناك المكان. طيب بس كيف الاكسجين؟ يغلق الاكسجين مني تعطيه الاكسجين ولا لا؟ فخليني اشوف هنا في طاقه، في طاقه هنا. شوف والله هي تديني اكسجين كمان. رهيبه السياره رهيبه. طيب فين انا رميتها هنا؟ رايي يكون ضاعت. مشكلتها انها تحتاج اوه هذه يبغى لنا نشيلها معانا كمان. اقدر اشيلها فوق السياره؟ والله تجي. بس الطاقه هنا بتغلق. نرجع. طيب الطاقه اذا غلقت ايش نسوي؟ يا الله الطاقه في السياره انتهت، ايش نسوي؟ نسحب هذه شيلها واحط لها الطاقه حقتي. يا سلام. ايوه عبي عبي والله يا رهيبه، هذه استفيد منها. طيب حط خلاص نرجع للمحطه حقتنا. طيب والله السيارة رهيبة رجعنا فيها. خلينا نرجع. يا لطيح لطيح. ايوه نيجي ونحط هذه في الريسيرش. الريسيرش مرة مهم مرة مهم. نحطه وهذا ما غلقت هنا عشان والله شكله الطاقة مرة قليلة. الطاقة الشمسية ما تشتغل في الصباح. طيب هذه خليها عندها لما تغلق من هذه. تغلق من هذه شوف بشويش تيجي والله 59 ضعيفة جدا. يمكن لما تيجي الصباح تشتغل هذه الطاقة. طيب ايش خلينا نشوف ايش فيها هدايا من شيء مهم. ايش اللي غلقناها؟ مو اي واخذنا التراكتور. ايش ادانا؟ اوه ودينا تريلر ودينا سكيم حق تريلر. يمكن هذه ابجريد لها اكثر. واو اوه شوفوا لا ودوني هديه سكيماتيك. وايش كمان هذه؟ خلينا نشوفها. واو هذه كيف بس يعني for use with tractor. نقدر نحطها على التراكتور. طيب هذه كيف؟ طيب وهذيك اللي راحت هناك ايش طارت طيران؟ هذه ميديم ميديم. هذا مخزن ما عندك مشكلة. مخزن هذا ممكن نحطه في اي مكان بجنبه يعني. ممكن نحطه هنا. ايوه هذا حطه هنا غلقت. هذا حطه هنا. هذا جيبه هناك. رهيب. طيب السيارة حقتنا هذه نقدر نشبكها في السيارة ولا كيف؟ فين سيارتي؟ ناخذ السيارة حقتنا ونجيبها ونشوف نحاول نلصقها في هذه السيارة. حلو ترى حتفك لنا أزمة كبيرة السيارة هذه. كيف نركبها ورا؟ يعني نجيب السلك هذا هنا. نجيب السلك اللي هنا ونحطه هنا. يا سلام. ايوه بعدين اجي اركب السيارة كذا. والله رهيبة. خلاص صاروا اثنين واقدر احط فيها هنا حق الطاقة الشمسية. شوف لانه شوف عشان الطاقة حقتها تنزل. رهيب رهيب رهيب. طيب اعزائي المتابعين يكفي اليوم حلقة كذا، استفدنا اشياء كثيرة. شكرا لكم. شوفوا غلقت الطاقة. غلقت والله. لكن ممكن نحن ايش نسوي حركة؟ ناخذ هذا اللي هنا. شوفوا تتعبى وهناك والله الطاقة مرة مهمة. قالوا لي الأعزاء المتابعين. شكرا حبايبي المتابعين. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة وفي أمان الله.